السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم مبروك، نهار مبروك، كلشي بخير. اليوم ان شاء الله غنبدا معكم واحد الشهوة، نبداو على البركة. خليكم معي. بسم الله. اليوم غندير معكم كسكسو، ولكن هادشي كله راه كاين في القناه. شحال مره طيبته معكم، دابا غادي غير ندوزو معكم. هذا خاص بالدجاج، دجاجه ونص، وعندنا القمح ديال الكسكسو ديال القمح، هذا قمح، وعندنا كسكسو ديال الفينو اللي هو عادي، حتى هو كسكسو. غنديرو شويه من هكا وشويه من هكا، لان كاين اللي كيبغي هذا وكاين اللي كيبغي هذا. كنحتاجو في هادشي كله مكور، قرعه ديال بصله، مطيشه، القرعه الروميه، الكورجيت، الحمص اللي هو بواتيش، نافيل، نافيل هو اللفت الابيض الرمادي، البطيطا، وخيزو، وباقي بزاف الخضر ديال الكسكسو. حنا غنكتفو غير بهاد القدر. المهم دابا غنصب القمره معروفه، الملح والسكنجبير والزعفران، الزيت البلديه وزيت الروميه والخرقوم البلدي، هادو هما اللي كنحتاجو في القمه ديال الكسكسو. دابا انا غادي نوجد الكسكسو في الصبان، غنديرو ديريكت باش ما نطولش الفيديو، لان شحال من مره درت الكسكسو. ونخليكم على خير. دابا غادي نديرو الدجاج في الطنجرة، ما غنسدوش عليه حيت الدجاجة في ساعة تيطيب. غادي نزيدو عليه الحمص باش يطيب معاه، نديرو البصلة، نشدو مطيشة إما نحكوها، أنا درتها محكوكة، ولا نقطعوها طريفات صغار. تنديرو الإبزار شوية بزايد، لأن الدجاج هدا مع سكسو تيدي شوية لقامة، سكنجبير، خرقوم البلدي، الملحة على حسب الذوق، واحد الملون انا ما كنستغناش عليه، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش بلاش. صافي، كنديرو الزيت البلدي والروميه بجوج، صافي، كنديرو واحد قبيطه ديال القزبر ومعدنوس هاي في الجناب، وغادي نروي شويه هي فين يتشحر. صافي، كنديروا المريقه وكنخليوه يطيب على خاطرو. صافي، وكنبدا نديروا الكسكسو. ناضي راه مصوب، كيتباع ناضي مصوب. دابا غادي نديروه فوق البوطو، نخليوه ملي وجد كلشي نطيب الخضره مع الصبان. انا غنكون معكم ان شاء الله. شكرا، كيجي باين غزال، حتى الدجاج كيجي في كسكسو زوين. دابا وجدنا كلشي، هذا السميده هي حتى هي بطن مزيان وجدات، ملي كطيب كتكمش. هذا القمح اللي هو القمح البلدي، حتى هو بجد. وهنا كاين خزو واللفت، كنطيبهم بوحديتهم. وهنا الدجاج والمكور تيطيبو حتى هما بوحديتهم باش ما يتفرتكوش. وهنا القرعه الحمراء، القرعه الخضراء، وبطيطه،
وفي لي فلاس حتى هما كيطيبو بوحدو اللي كنبغي نصب كنصب كل حاجه صحيحه. و هادو الطرمه ديال الكسكاس اللي كنفورو فيها وهذا هو غداتنا اليوم. دابا غادي نصب ونوريكم النهايه ديال الكسكسو طريقه سهله. بنا نص زرع ونص سميدة ونحط الحيمات دابا ونصبهم. هاي النهاية ديال الكسكسو ديالنا ما شاء الله. بالصحة والعافية. باي باي.